عليكم خواتاتي، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ كي بقيتو؟ نتمنى تكونوا على خير وبخير، تشاهدوا هذا الفيديو ان شاء الله بصحه جيده. اليوم ان شاء الله جبت نخيط معكم واحد البودي وواحد السروال ساهلين، طرقيهم راسك في نص ساعه وتفصليهم. الا ما اللي ما كتعرفش تاخذ هكا العبارات واللي اول مره غتبدا تخيط، يمكن لها تخيط هذا بودي وسروال. الا كانت ما كتعرفش تاخذ المقاسات، ما كتعرفش تقسمهم، مازال ما عندهاش السنتيم والادوات ديال في الصاله في الدار، انا غنوريها الطريقه كيفاش تبدا تعلم تفصل راسها وتطلق يديها هكا في الماكينه وفي الخياطه وحتى في الفصاله. اول مره كديري هذه الطريقه، حتى انا كنديرها، درتها في البدايه ديالي فاش كنت عاد بديت، كنت كنديرها. كنجيب شي سروال بحال دابا عندي في الدار كيجيني مزيان، القياس ديالو هو هذاك كيجيني في اللباس، وغادي نحطو على هذه الطريقه. هذا هو السروال، غندير له هكايا، شدو من هنا من هاد الحرده ديالو ونحطو هكا على الثوب بهذه الطريقه. هذه انا كنوريها اللي ما عمرو ما خيط، ما عمرو ما فصل. هنا الثوب راه عندي على 4، حيت هذا انا واخداه غير بالكيلو، ما مقادش قديتو هنا سرحتو وطاويه على 4، ومن هاد الجهه هذه راه عندي مسدود على 4. هذا صافي، وكنحط هكا السروال ديالي، كنسرحو مزيان ونطلقو باش ما يبقاليش مكمش. كنجي هكا لهاد الجهه اللي فيها لاستيك، وكنخلي واحد 3 ديال الصبعان هادو ديال لاستيك هكايا، 3 ديال الصبعان صافي. ومن هنا كنقادو مزيان صافي، ونطراسي، نجيب طباشير ونطراسي من هنا، نخلي واحد 2 سنتيم ديال الخياطه هنايا. وهاد الحرده هادي راه ما غنتبعش لهاد لاستيك، نخرج به لهنايا لهاد لاستيك، حيت هذا راه مجموع عندي بلاستيك، غادي نحاول نطلقوها هكايا. وفين وصلي غادي نطراسي، وصلي لهنايا من جبدتو هكا. غنخلي 2 سنتيم هادو ديال الخياطه، وربما يجيني مزير ولا شي حاجه، نخلي 2 سنتيم، ما نخليش اي سنتيم واحد. وهنا هاد السروال هذا راه كيجيني قصير شويه، غادي نزيد شويه في الطول، ندير بهذه الطريقه هذه صافي. هذا هو السروال ديالنا، حنا طراسيناه هذا كولون. وهذا التوب هذا راه التوب ديال السوفا فيكس، صافي. هذا هو السروال ديالنا، كنجي لهنايا كنحيد هاد الجهه وحده، هادو نخليهم هما ديال الظهر، ونقادو هاد الجهه هادي من المنتصف من هنايا. غادي نجي وغادي ندخل واحد 3 ديال السنتيم، ويعني ميزاني ندير هكايا 2 صبعان ولا 3 صبعان صافي. انا نقص هادي من القدامي وغنهبط نقص 2 سنتيم. هاد الحرده هادي راه هي ديال القدام، هنا غنعلمها باش نعقل عليها من نجي نخيط بان هذه هي ديال القدام وصافي. هذا هو الكولون ديالنا، غادي نخيطه. اول حاجه ملي كنجيو نخيطو كنلصقو هذه الحرده هذه وهذه الحرده هذه هما الوالا، وعاد داك الساعه كندورو كنخيطو هكا، كنحلو السروال من هنايا وكنخيطوه. المهم في الخياطه ان شاء الله الا صورتو غادي نوريكم كي ديروا تخيطوه. هنا غنجيب هاد التوب هذا لي شاطلي ونخرج منه البودي. هنا قديت هاد التوب لي شاطلي، ها هو هنا راه على 4، ها القطعه الاولى، ها الثانيه، هادي راها على 2 مطويه من هنايا، راه مسدوده عندي حيت عندي فيه واحد الديفو هنايا، داكشي علاش درتو على حد تماي، حيت هاد التوب هذا راه واخده غير بالكيلو. هادي راه التوب ديال صوفا فيكس رقيقه، كيديروها بوديات هاد العام بزاف، وكيديروها صايات كساوي طوالين،
غنجيب عاود البودي، عاود تجيبي بودي ديالك كتلبسيه وتحطيه هكايا. صافي تقادي هنايا، ها فين عندي الحد ديال التوب مقاد هنايا. هنا هذا البودي هذا انا ما بغيتوش يجيني مزير، بغيتو يجيني شويه واسع، داكشي علاش ما غنديروش على هذا. وحتى هذا راه ماشي ديالي، ديال بنتي، الكتاف راه غندير قدو في الكتاف، حتى انا راه عندي 41 في الكتاف. ها الكتاف ديالي غنهبط هنايا هو 2 سنتيم، وغندور مع هاد الحرده ديال اليد مع هاد التركيز، غنجي هكايا نحط الكتف، هاي نحل بعدا هاد الجهه باش تبان لكم. هذا هو الكتف ديالنا، هذا هو التركيز ديالنا. غادي نجيو نشدو هكا في الوسط ونشدو هكايا في الكتف هكا، هذا هو التركيز ديالنا. صافي، وهنا غادي نهبطو هكا، انا ما نزيد نقش منه، نخلي عريض. صافي، وهنايا عاود ندور الدوره ديال العنق. الدوره ديال العنق ديرو غير هكا 4 ديال الصبعان، ولا تشدو القياس على هذا. صافي، هاد 2 سنتيم اللي هبطت بها غنصيلها لهنايا، وهذا هو البودي ديالنا. هادشي ديال الدار راه ساهل، ما فيش داك الصعوبه بزاف. صافي، هذا هو البودي ديالنا، نقادوه من التحت. نحيدو جهة وحدة، ونصاوب الدورة ديال العنق. صافي، غنهبط هنا 1.4 ديال السنتيم هكا، ونهبط من هنايا. وهاد الدورة اللي غندور غنخرج بيها لهنايا. صافي، هادي هي الدورة العنق ديالي، وهذا هو التركيز ديالي. غنجيب واحد الطرف عندي هنايا ندير به الكمام. هنايا غادي نجيب هاد التركيز ديال الكم ونحطوه هنايا بهاد الطريقة هادي، باش ناخدو الدورة ديال التركيز. صافي، نحطو هكا مرتاح، ما نجبدوه ما والو، نقادو هاد البليصة هادي هنايا. صافي، ونطراس هاد الجهة ديال الكتف، راه هي اللي تكون من هاد الجهة هادي. صافي، هادي هي، هذا هو الدورة ديال التركيز ديالي. غنجيب لكم باش نقيس عليه الطول، هذا راه عندي قصير غندير له انا الباندات. غنزيد له الباندو، هذا الطرف اللي شاطلي من الكمام في الجنب، غادي نطويه هكايا، غندير فيه واحد 12 ديال السنتيم باش نزيدها باندا في الكم. صافي، غنولي نطويه هكا على 2، ونطويه عاود على 4. صافي، من هنا راه غادي ندير غير واحد هكايا، 1.4 ديال السبعان، ونخلي واحد شويه ديال الخياطه حيت بغيت يجيني مزير من هنايا، يجيني هكا مجموع. صافي، ونطلع به هكايا.
هادشي اللي غتكون لاصقه في الكم نوسعها واحد شويه. هادو هما البندات ديالنا اللي غنلصق في الكم وصافي. هذا هو البودي ديالنا والسروال، ان شاء الله نوريهم لكم في الخياطه، راهم ساهلين. هنايا راه غنلاقي الحردات بجوج، هذه ديال الامام وهذه ديال الخلف. نمنطيهم بالسورجي صافي. دابا منطيتهم بجوج، هذه الحرده ديال الخلف وهذه ديال الامام. دابا غنحل السروال هكا، هانتي هاد الخياطه عند الخياطه هنايا، وغنجيب هنايا الخياطه عند الخياطه، نشد فيها هنا ونبدا السروال من التحت نمونطيه. المونطاج ديال السروال راه ساهل، غنبدا من هنا مع الدوره هذه ديال المونش ديال السروال، غنبدا من هنا ونطلع معاه طلع. وهنايا هاد الخياطه تجيني قبلت الخياطه هنا، ونمشي معاه حتى للتالي حتى الجهه الاخرى صافي. وهاني ساليت هذا السورجي، ونعاودو عاود بالماكينه وندير له لاسي. صافي هذا هو السروال. دابا نولي نعاودو بالخياطة ديال الماكينة. هنا عندي هذا البودي، هذا ديال الأمام حطيته هنايا، هذا هو الوجه ديالو. غنجيب عاود الخلف ونحط له الوجه عند الوجه هنايا باش نمونطي الكتاف. غنبدا الكتاف من هنايا، اللي متبعني راه يعرف دابا يمونطي الكتاف والكمام. غنحلها هكايا ونجيب الكم ديالي، نحط الوجه عند الوجه ونبدا من هنا من التالي، نلاقي هنايا هاد الراس مع الراس وندور مع الكم كامل مع التركيز. نمونطي الكم ديالي، صافي هذا هو الكم ديالي انا مونطيتو. الباندات تا غنجي نخيطهم ليه في الماكينه الاخرى ديال البيكوز. عاودتو بالماكينة، ضربتو بالسورجي وعاودتو بالماكينة. دابا غنجيب هذا لاسيك غنحطه هنايا في هاد الخياطة هادي ونطويها هكايا. نجيب الجهة الأخرى نحطو عاود ونطوي عليه التوب هكا. هادي إلا كنتو باغيين ديرو غير خياطة وحدة، هي من الاحسن تخيطوه بعدا هكايا، تلصقوه هكا بالبانكا من هنا، دوزو عليه بالخياطه، تجبدوه هكا مع التوب ودوزو عليه، وعاد توليو تعاودو طويوه. انا هذا دابا غير ليا غندير له غير خياطه وحده، ملي كيكون ديال الكليان ولا هذا كندير له جوج خياطات. كنشد هنايا فهاد البلاصه اللي درت فيها البانكا ونجبد لاستيك عندي
هكا كيتجبد لاستيك ملي كتكوني كتخيطيه كتجبديه بهذه الطريقه هذه مع الثوب وكتشدي. صافي هذا هو اللاستيك ديالنا، صافي هذا هو السروال. راه عاودته بالخياطه من الداخل وهذا هو لوغلي ديالو من التحت. درت له طويت لواحد سنتيم ونص ودوزت له لوغلي. دابا غنجيب البودي غنعاودو بالخياطه كامل من الداخل داكشي اللي درت له السورجي. اول حاجه غنبدا بالكتاف ومن اللوانه. كتكوني دايره لهم السورجي كتبداي من هذا الرويس هذا فين عندك الخياطه ديال الكتاف. صافي غنجي دابا لكم عاودو نبدا له الخياطه من هنا من تحت اليد. هذه هي الخياطه ديال الكتاف هنا وغادي نجي لهنايا من التحت وغنبدا الخياطه ديالي. صافي انا معاودتو بالخياطه كامل من الداخل. دابا غادي نجي لكم غنشدو هكا غندير غير لوغلي عادي نطوي هكا طويه نص سنتيم الداخل نولي نطوي عاود سنتيم. صافي وندور معاه كامل. غنبدا من هنا من هاد الخياطه ديال الكتف. هذه هي الخياطه ديال الكتف غنجي نبدا منها هكا نطوي جوج طويات وندور معاها. ملي كيكون الثوب كيتيري راه كيدور مزيان ما كيعذبش في الدوره ديال العام. كيكون ما كيتيريش راه ما كيبغيش يدور. صافي هذا هو الفول ديالي ها هو كيجي ضايع. دابا غنصاوب الباندات ديال الكمام. هادو هما الباندات ديالي غادي نحلهم هكا وغادي نطوي هاد الجهه هادي عند الجهه هادي. هذا هو الوجه غنطويه هكا صافي ونبدا من هنا بالخياطه ونمشي معاه كامل. دابا غادي نجيبو غادي ندير له هكا. واحد المعلومه ضروري من تكون الثوب كيتيري من تكوني كتخيطيه تجبديه. الثوب كامل يكون كيتيري خصك تجبديه في الخياطه باش مين تلبسيه ما يبقاش يطرطق. داك الخياطه كلها كطرطق الا ما جبدتيش في الخياطه. دابا هذا ها هو انا خيطته واخا نعيا نجبد ما يتقطعش. صافي هذه هي الباندا ديالي غتجي على هذه الطريقه هذه. غنلصقها في الكم.
نجيب هذه الخياطه هذه اللي درت هنايا، غنجيبها ونحشي هذه البانطه هنايا ونلاقيها مع هذه الخياطه، الخياطه ديال البانطه مع الخياطه ديالكم صافي، ونجبدها. هذا الكم راه عندي عرض من البانطه ولكن انا غنجبدو، غيجيو قد قد منكم كنخيط غادي نجبدهم، نجبدهم هكا بجوجو صافي. هنايا غادي ندوز لغلي، هذا هو لوغلي ديالنا، راه طوي 3 سنتيم دوز لوغلي صافي. هذا هو البودي ديالنا سالينا، هذا الدوره د العنق شفتوها كي كتجي دايره، هذه الباندا كتجي على الطريقه هذه، كيجي مجموع على اليد. هذا السروال ديالنا، نتمنى الفكره تكون عجبتكم. بالنسبه للاخوات اللي عاد بداو، اللي عاد قالوا بسم الله وبغاو يتعلموا، فالطريقه سهله وبسيطه. وشكرا على التتبع ديالكم وعلى الدعم ديالكم والتعاليق الزوينه اللي كتخليو، شكرا بزاف بزاف. السلام عليكم ورحمه الله.